وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب من مرد وشيب أمام محمد قد آزروه على الأعداء في رهج الحروب بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب بنو الأوس الغطارف آزرتها بنو النجار في الدين الصليب فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا انتسبوا حسيبي يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا حديثي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي.